الجواب ديالي هو اول حاجه خصها تكون بعدا لجنه. احنا محتاجين لجنه، لجنه تراقبنا بعدا. حنا الاولين تراقبنا اشنو البرودوي اللي كنخرجوا، اشنو كنقولوا. احنا بعدنا لا لجنه لا رقابه. يعني الفنان مسكين ما عندوش قوانين ديالو، ما كاينش بزاف الحوايج، يعني ما كايناش رقابه. يعني كما قلتي، كيفاش هذا الفنان الشعبي الكبير غيحتضن فنان صغير وما كاينش اللي حاضنه؟ خصو يقلب على اللي حضنوه باش يحضن هو داك. الوغ هنا في كاين المشكل، خاصنا يعني الفنان الشعبي، انا كنهضر بلساني، انا كفنانة شعبية كنطالب تكون عندنا لجنة اللي تراقبنا، تراقب الاغاني قبل ما ينزلوا لعند الناس والجمهور، تراقب اشنو كيخرج اشنو كيدخل اشنو كذا. عاد تقدر تعطينا الحق ديالنا باش حنا نقلبوا نعطيو الحق لانسان اخر. الانسان ما يبقاش يشوف غير ليماج، راه ليماج كذابه، راه ليماج، راه الفنان دائما كيضحك هو راه ذاكي من الداخل، راه فايق كيتبسم ليك وكيعطيك انت، كيعطيك انت واحد الامل بزاف الحوايج هو مسكين فاقده. يعني هذا الفنان الشعبي اللي كتشوفوه راه مسكين، هو خصو يقلب اللي يهتم به، عاد يقدر يهتم بالصغار. يعني انا جيتك من الاخير، يعني خص لجنه، خص رقابه، خصنا ناس اللي غادي تهتم بالاغنيه الشعبيه كامله. يعني ماشي غير الفنان اللي غادي يحضن واحد، حنا ما عندناش غير واحد كيغني، حنا عندنا الملايين كتغني وباغا تغني. انه خاصها لجنه هي اللي كتقنن، هي اللي كتقول مثلا هذا الفنان اغنيته ما خصهاش تخرج، هذا خصها تخرج، هذه خصها تفعل، هذه رقابه اللي كتراقبنا وكتكون هي الصفحه البيضاء ديالنا. لان اي واحد فينا يقدر يغلط او يقدر يدير شي حاجه، كانت اللجنه كتكون مزيانه، كتكون حتى لينا حنايا سند. هادشي.